القطاع الصحي بسيناء طفرة ضخمة في الخدمات. تطوير مبنى العيادات الخارجية والعناية المركزة بمستشفى العريش، إنشاء مستشفى نخل المركزي الجديد بشمال سيناء، إنشاء مستشفى بئر العبد المركزي الجديد بتكلفة 189,600,000 جنيه، تطوير مستشفى العريش العام بتكلفة إجمالية 156,800,000 جنيه، إنشاء مخزن أدوية الريس الإقليمي بتكلفة إجمالية 33,600,000 جنيه، تطوير العديد من المنشآت الصحية لتقديم أفضل الخدمات الصحية، إنشاء مخزن أدوية بالعريش بتكلفة بلغت 13,500,000 جنيه، تطوير وتجهيز بنك الدم الإقليمي بالمحافظة لتحسين الخدمات الطبية.